بالنظر للاساليب الخبيثه اللي يتبعوها الارهابيين بقتلنا وتفننهم بتفجيراتنا واماكن زرع العبوات، صار من الضروري اتباع اساليب جديده غير هاي الاساليب التقليديه، اساليب نعتمد بها على نفسنا. الطريقه اللي اعتمدتها لكشف سموم هؤلاء الارهابيين هي طريقه جديده، سيطرات ذكيه. سيطرات ذكيه تتوزع بعموم الشوارع بحيث تغطي معظم مناطق المدينه. هاي السيطرات تتكون من منظومه من اجهزه كشف متفجرات. اجهزه كشف متفجرات راح توزع بالشوارع بحيث ما راح تصير عندي صبات او سيطره من هاي الاعتياديه انه اسوي ممر واحد واخلي السيارات تفوت من هذا الممر واضيع وقتهم واعرضهم للخطر اكثر. خلينا هاي الاجهزه اجهزه معتبره من المؤتمر الاوروبي للطيران المدني، اجهزه حساسيتها عاليه جدا بحيث ممكن ان تكشف العبوات اللاصقه والمتفجرات المزروعه داخل الارض وايضا السيارات المفخخه. اجهزه دقتها عاليه ممكن تكشف المتفجرات، جزء المتفجرات من مليون جزء. مليون جزء يعني انا مني اشر الجهاز على الارهابي مو قل والله انا سني ببلاتين، لا عين انت الارهابي. بما انه هاي الاجهزه ما متوفره عندي سويت المنظومه بس بدون هاي الاجهزه، ردت بس اعرف الوقت اللي يوصلني به المعلومه من السياره المفخخه لحد المركز اللي دا اسيطر عليه واتابع به السيارات المفخخه. نفذنا هذا الشيء العملي، نفذناه بمنطقه باب الشرجي. سوينا 10 سيطرات ذكية وفرضنا أنه سيارة مفخخة فاتت من يم هاي السيطرة. الداتا اللي وصلتني من هاي السيطرة للمركز اللي أنا بي أقل من نص ثانية. أقل من نص ثانية أنا شفت السيارة المفخخة وأقدر أشوفها اللي موجودة بالكرادة أو اليرموك أو المنصور مثلا. هذا وقت قياسي يخليني أقدر أتابعها وأراقبها واتخذ الإجراء المناسب إلها. هذا المشروع قدمته الجهات أمنية عليا لكن للأسف قابلوه بالرفض، وكانت العبارة المشهورة اللي يقولوا لي إياها ابني دير بالك على نفسك. مو أنا هي هاي الطريقة اللي دا أسويها راح أدير بالي على نفسي وأدير بالي على الأبرياء وأدير بالي على الناس، زين أنتم ديروا بالكم علينا. شكرا جزيلا.